مرحبا. اليوم في الفيديو اليوم باش نحاولوا قراءة الواقع التونسي الراهن السياسي من خلال مقاربة لفيلسوف ألماني اسمه كارل شميت، أساسا من خلال كتابين، هو بارلمونتاريزم اي ديموكراسي، والكتاب الثاني هو لا ديكتاتور. كارل شميت هذا فيلسوف ألماني ورجل قانون، تولد عام 1888، توفى عام 1985، عاش تقريبا 97 سنة تقريبا. هذا يعتبر أنه البرلمان يمثل خطر. علاش يمثل خطر؟ لأنه مجال تكتسحه أو تحتله البرجوازية الثرثارة، يعني لا يقومون إلا بالثرثر، يتحدثون فقط دون وجود أي فائدة من ذلك، هذا حسب كارل شميت. احنا كنشوفوا تونس اليوم، وسنعود لكارل شميت، منذ 25 جويلية 2021 قيس سعيد اتخذ جملة من القرارات، ومن بعد بدا في المرسوم الرئاسي 117 اللي اصدر في سبتمبر 2021. اش فيها؟ فيها انه البرلمان خطر، يتم استبعاد البرلمان سواء بالتجميد او بالحل الى اخره. ثانيا انه باش نمشوا في اتجاه دستور جديد، وهذا ما صرح به مؤخرا في لقائه مع العميد صادق بالعيد وامين محفوظ ومحمد صالح بن عيسى، ويعتبر انه اراده الشعب يجب ان تجد طريقها بطريقة جديدة، ربما باش يمشي للاستفتاء هذا الاقرب. اذا كي نشوفوا خلاصة قيس سعيد أنه البرلمان خطر، أنه البرلمان يمثل الثرثرة والتشويش، أنه يلزم ثم اتخاذ قرار، يلزم ثم مماهات بين الشعب وبين الرئيس، ثم دستور جديد لا يشرع له البرلمان أو لا يعتمد البرلمان، وإنما لجنة تمثل إرادة هذا الشعب. تقريبا هذه هي المقاربة اللي نجدها لدى كارل شميت. كارل شميت يعتبر كما قلنا أنه البرلمان لا يعني الديمقراطية، بدليل ذلك أنه بريطانيا وقت كان عندها يعني تجارب أو تجربة تاريخية لبريطانيا، أنه البرلمان مثل الأرستقراطية ولا يمثل الشعب. الكثير من البرلمانات تمثل مصالح البرجوازية، وأنه التمثيلية اللي يمثلها أعضاء مجلس النواب ليست حقيقية للشعب، وإنما إرادة الشعب تكون أفضل أنها تتجسد وتتجلى في الزعيم في القائد. هذاك علاش كان متحمس كثيرا لهتلر ونظر له هتلر، وهتلر كان يرى بأفكار كارل شميت لو ديسيزيونيزم، أنه يكون ثم قرار، هناك من يتخذ القرار، البرلمان غير قادر على اتخاذ القرار، وإنما الزعيم هو اللي يتخذ القرار. البرلمان كقولنا مجال ليس مجال الديمقراطية، وإنما مجال للبرجوازية الثرثارة. أيضا الديمقراطية بالنسبة لا تعني نقيض ديكتاتورية، والديكتاتورية لا تعني نقيض الديمقراطية، لأنه أحيانا في الفترات الانتقالية تكون فيها نظام سلطوي، ولكن إرادة الشعب متجسدة ومتبنية للتغيير الديمقراطي الذي هو يمثل هوية داخل تلك الإرادة التي كما قلنا يجسدها زعيم. إذن بالنسبة إلى القراءة الحالية، يمكن أن نعتمد قراءة كارل شميت من خلال البرلمانتاريزم الديمقراطي ولا لا ديكتاتور، نعتمد هذه القراءة أو هذه المقاربة لكارل شميت نقرأ بها الواقع التونسي، لأنه كانت هناك رغبة إلى مماهات الشعب، لأنه الثنائي، لأنه السياسة بالنسبة لي هي الحرب، هي المواجهة بين الصديق والعدو، من لم يكن معي فهو ضدي، هذه هي الصورة الحقيقية. إذن الذين يمثلون إرادة الشعب هم الأصدقاء، والذين لا يمثلون إرادة الشعب هم العدو، سواء في السياسة الداخلية أو حتى في السياسة الخارجية. إذن بالنسبة لكارل شميت، الصديق هو الذي يمثل إرادة الشعب. نفس الشيء تقريبا في تونس، إرادة الشعب يعني نسعى إلى مماهات بين هؤلاء أو بين الأفراد ضمن هذا السياق الذي فيه الشعب يريد، والذي تتجلى من خلال القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية. نفس الشيء تقريبا بالنسبة لحركة النهضة، عندما سعت إلى إيجاد مرجعية واحدة لكل التونسيين والمماهات بينهم، مثلا أن تكون الشريعة أصل التشريع، أو أن تكون تلك الإرادات المنفردة، الإرادات الفردية لمجموعة الأفراد تتحول إلى إرادة واحدة تتجسد من خلال مقولة أو من خلال شعار أو من خلال أمثولة أو من خلال رؤية إيديولوجية معناها معينة. وبالتالي في تونس اللي نشوفوه اليوم في هذا الصراع، مجالات قراءته من خلال كارل شميت ممكنة، لأنه لو ديسيزيونيزم هي اللي نشوف فيها اليوم. كارل شميت حاضر بقوة في الواقع السياسي في تونس، حاضر بشكل مهم، لذلك دعوة للأصدقاء ودعوة للباحثين ودعوة لكل المهتمين بشأن السياسي التونسي أن نسعى إلى هذه القراءة من خارج سياقات الصراع
شكون معاه وشكون ضده ولي كومبين اللي صارين، نحاول نقراها من خلال الفلسفة السياسية، من خلال معناها العلوم السياسية، ولننفتح على ما قاله كارل شميت الذي ظل طويلا مبعدا باعتبار إدانته بالانخراط في الحركة النازية في ألمانيا. تونس اليوم يمكن قراءتها قراءة شميتية، يمكن الانفتاح على مقاربات أخرى حتى نفهم ما يجري.